السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمون من قناة تشارلز شيكس. في مقطع اليوم بإذن الله تعالى راح ندور على مكان الجوهرة لمابل الجديد اللي قبل شويات انفتحت، وبالأصح المكان خلاص يعني متاحة. فقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا تخلون المقطع يلهيكم عن الصلاة المكتوبة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نستكشف مثل ما تشوفون اللي هو هذا الماب حقة اللي هو سبايدر كيف اسكيب، أعتقد يب هذا سبايدر كيف اسكيب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما ندخل نسوي ستارت. اوكي يا بستارت، لانه اذا مو بستارت ما راح يدخلنا لداخل، فمضطرين. Game on. اوكي يا جماعة، اول ما يدخلكم تروحون تمشوا كذا، ما عارفة ان كان لازم تقتلون الاعداء او لا، فمرة يعلق. خلوني ازبون كذا مثلا. اوكي لكم ان تساعدون كذا. اوكي تساعدون هنا، تساعدون هنا، نطون كذا. اوكي يا جماعة خلنا نرمي كل هذا. اوكي تصعدون هنا، اوكي بعد ما تصعدون هنا بتلاقون هنا في مكان نط فيها، نط في الثانية يقف هناك. واو اوكي بسم الله، هذا هو 1 2 3 بسم الله. فيب هنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس التنبيه عشان بإذن الله تعالى يوصل لكم مقاطعي أول بأول. أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم ويجور بخاطركم يا أحلى متابعين، بإذن الله تعالى أشوفكم في مقطع جاي، على السلامة.